لكي نقول أن قيس سعيد والانقلاب نجح في بث الرعب في صفوف الشارع المناضل أو الشارع الديمقراطي، هذا يستلزم مجهود قوي من النخبة السياسية المعارضة أو المقاومة لاستعادة الثقة أو لإعادة الثقة لهذا الشارع. في تقديرك، ما هي الخطوات المستوجبة أمام المعارضة أو المقاومة من أجل استعادة هذه الثقة ومن أجل إعادة الثقة لهؤلاء المناضلين والمواطنين للمطالبة بعودة المسار الديمقراطي والدفاع عن حريتهم؟ اولا نحب نبين انه بالنسبه للمناضلين راهو رساله قيس سعيد لم تؤثر فيهم. اغلب المناضلين اللي نعرفهم مازالوا في مواقعهم، مازالوا محافظين على موقفهم المناهض للانقلاب، مازالوا متشبثين بتونس الديمقراطيه، مازالوا متشبثين بالحريه. ما شفتش الا عدد قليل منهم اللي ربما معناها انكمش على نفسه واختار معناها الحياد في هذه المعركه، لكن الأغلب أو السواد الأعظم منهم بقي محافظ على نفسه النضالي في مناهضة الانقلاب، وحتى في قيادة الشارع ضد الانقلاب رغم العصام تاع السلطة اللي قاعدة معناها لا تتورع عن ضرب كل من يتجرأ على فتح فمه. رسالة الانقلاب موجهة أساسا إلى التونسيين، إلى العموم، وليس إلى النخبة وإلى القيادات السياسية بدرجة أولى. بالنسبة اليوم المعارضة في تقديري، أولا يلزم توحيد صفوفها، يلزم تكون معارضة واحدة مش معارضات ضد الانقلاب، لأن المعركة واحدة والهدف واحد، لذلك يلزم توحيد الصفوف. ما ثماش علاش باش نختلفوا، ما عندناش معناها، بالعكس هذه معركة شرف، هذه معركة حرية، ماناش باش نختلفوا على اقتسام معناها خبزة الجاتو، بالعكس اللي هذه معركة شرف وفيها وربما فيها سجن وفيها تضحيات وفيها ثمن معناها يدفعوه الناس اللي يخوضوا المعركة هذه. لذلك اليوم هي معركتنا واحدة، وطالما أنه معركتنا واحدة يلزم تكون نكون موحدين في هذه المعركة. نعم. ويلزم رص الصفوف، ونحب نذكر أنه بن علي سقط عندما توحدت المعارضة ضده، وهذا بالطبع المفتاح. اثنين، انا اعتقد انه المعارضه يلزم يكون خطابها واضح في اتجاهين. اولا في معارضتها للانقلاب دون مواربه ودون البحث عن حلول مع الانقلاب. والنقطه الثالثه، المعارضه في تقديري يلزم تكون معارضة مش احتجاج فقط، يلزم تكون معارضة حلول أيضا. نعم. يلزم يكون عندها رؤية. الموضوع السياسي نجي هنا في الجزء الثاني. سمير، خليني نقعد معك شوية في الموضوع الحقوقي. اليوم يطرح بعض المحامين جدول مرافعات نتاعكم التهمة أمام قضاة التحقيق وأمام الدوائر الجناحية يعني أو الجنائية. يعني والدكتور مصطفى المرزوقي طرح هذا في اجتماع باريس، في اجتماع اللي قامت به المعارضة في باريس، وقال أنه المحامين، أنا أعتقد أن دورهم يتمثل أساسا في المساندة المعنوية للمعتقلين والحضور معهم، ولكن أنا أنصحهم بأن لا يترافعوا أمام قضاة التحقيق وأمام الدوائر. خلي طاحونة الانقلاب الدور بالفارغ، باعتبار أنه تقريبا القرارات أصبحت جاهزة وبطاقة الإيداع تقريبا أصبحت جاهزة، وأنتم عينتم عديد الحالات من هذا القبيل. يعني هل هناك جدوى حقيقية من المرافعة أمام قضاء أصبح تقريبا يأتمر بأوامر السلطة التنفيذية؟ أولا أنا شخصيا وأغلب أعضاء هيئة الدفاع يعتقدون أن ما يحدث ليس محاكمة قضائية، وإنما هي محاكم تذكرنا بمحكمة أمن الدولة لا تتوفر فيها أبسط شروط المحاكمة العادلة، والقضاة يعني في أغلب هذه الملفات يخضعون إلى الضغوطات المسلطة عليهم. يعني عندما يخرج رئيس الجمهورية ويصرح بأنه من يبرئهم فهو شريك لهم، فطبعا هذايا عنده استتباعاته. عندما قاضي يطلق سراح أحد المتهمين المحالين أمامه، فمن الغد يتم غلق مكتبه ويتم إخضاعه إلى عملية تفقد وإعفائه من مهامه، طبعا هذه كلها ضغوطات لا أحد يستطيع أن ينكر
تأثيرها على القضاة. اليوم القضاة يعيشوا في رعب، نعرف أنه عدد كبير من القضاة وقت اللي يستشعر أنه ثم ملف جاي في الثنية يبعث شهادة طبية للأسف الشديد. معناها علاش؟ باش ما يضعش نفسه في وضعية أنه ربما يأخذ قرارات ربما بإيداع أشخاص اللي هو مقتنع ببرائتهم. فهذا هو المناخ اللي قاعدة تجري فيه معناها المحاكمات والإحالات على التحقيق. فظروف المحاكمة العادلة غير متوفرة، وما يحدث هي معناها لم يحدث سابقا في تاريخ تونس، حتى في عهد بن علي ما كانتش الأمور تسير بالشكل هذا. صحيح ثم تأثيرات وثم تدخلات من السلطة السياسية، لكن في حدود محصورة ومعقولة. لكن اليوم وقت اللي تصبح التدخلات فجأة بهذا الشكل، ورئيس الجمهورية بشكل مباشر يعني يحكم في القضايا، يقول هذه ملفات صدر فيها الحكم بالإدانة قبل أن تحال على العدالة، إذن ماذا بقي للقاضي أن يقوله؟ فالأحكام صدرت من قرطاج ولا فائدة. يعني هذه المحاكمات أصبحت مجرد مسرحيات هزلية أو مجرد شكليات. إذن هل هناك جدوى من مرافعاتكم لذلك وبدل المجهود؟ لذلك اليوم يعني المحامين، أنا شخصيا في أغلب المحاكمات التي أترافع فيها لا أترافع في القانون، أترافع في السياسة، أترافع لبيان أن قرار بتاع المحكمة أو قرار قاضي التحقيق أو قرار سياسي، موش قرار قضائي. وهذه أغلب مرافعاتي، يعني لا أتناقش في القانون وفي بطلان الإجراءات وفي كذا، لا هذا كل لا يعنيني. وفي بعض المحاكمات أنا شخصيا أؤيد توجه بعض القادة السياسيين بعدم المثول أمام هذه المحاكم وأمام معنى هذه الهيئات القضائية اللي هي لا تملك قرار نفسها ولا يعني كان بسمير بن عمر ولا تتوفر شروط، نقول لا تتوفر شروط محاكمة العادلة أمامهم. يعني كان بسمير بن عمر يقول أنه فقد ثقته في القضاء أصلا، يعني ما عادش ثم ثقة في القضاء وما عادش ثقة في المنظومة القضائية وفي السلطة القضائية. الموضوع ليس موضوع ثقة وعدم ثقة، موضوع ثم شروط محاكمة عادلة ولا ما ثماش، ثم معايير دولية. أنه القاضي 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 الذي يأخذ القرار ما يكونش عرضة للتنكيل بسبب القرارات اللي يأخذها. هل أنه هذا متوفر اليوم في تونس؟ مش متوفر. القاضي اليوم يخاف على نفسه، يخاف ليتم إعفائه، يخاف حتى ولو لم يطلب منه، حتى ولو لم يطلب منه اتخاذ قرار بإيداع المتهمين. فهو بالنسبة ليه يعرف أنه التوجه متاع السلطة أنه ربما أنه يلزم التنكيل بالمعارضين أو يلزم إصدار بطاقات إيداع، فهو يخاف أن لا يساير توجهات السلطة في هذا الاتجاه. لذلك أنا أعتبر أنه مجرد أنه قاضي يشعر بالخوف أو معناها تأثيرات جانبية أو تأثيرات أو تدخلات حتى مباشرة أو غير مباشرة في قراره، فهذا بالطبع يمس بضمانات المحاكمة العادلة.